الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة ملك
فكرت فيه وهي أن تستعمر جميع دول العالم الثالث. المغرب من هذه الدول تعرض لضغوطات استعمارية كبيرة جدا، بدأت منذ أن تم استعمار الجزائر سنة 1830. المغرب وبحكم العروبة والإسلام أراد أن يدافع عن الجزائر، إلا أن الذي حصل هو أن النتيجة كانت هي هزيمته في معركة إسلي سنة 1844 وفي شهر رشد يوم 11 أغسطس 1844. سينهزم الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسي لأنه كان يريد أن يدافع عن شقيقته الجزائر. فرنسا عندما انتصرت عليه في هذه المعركة ستفرض عليه معاهدة قاسية جدا، هي معاهدة لن المغنية في 1845. هذه المعاهدة هي التي ما زلنا إلى اليوم نعاني من تبعاتها، لأنها هي التي تركت الحدود مبهمة بين المغرب والجزائر، وهي التي أعطت فرصة للاستعمار الفرنسي للتوسع في التراب المغربي واقتطاع مجموعة من أجزاء هذا التراب. ثم بعد ذلك الدول الأخرى هي بدورها كانت تريد أن تضع لها موطئ قدم في المغرب. جاءت بريطانيا وفرضت علينا أيضا اتفاقية تجارية واتفاقية صلح ومعادلة في 1856. ثم جاءت إسبانيا وفرضت علينا معركة تطوان 1858 التي انهزم فيها أيضا الجيش المغربي وفرضت عليه معاهدة صلح قاسية جدا، بحيث أنه سيدفع 20 مليون ريال. قد يبدو الرقم الآن يعني عاديا، ولكنه في ذلك الوقت ولكي يعرف السادة الحضور دخانة هذا الرقم. المغرب طيلة سنة وهو يدفع في هذه الردة لم يستطع أن يدفع سوى نصف هذه الغرامة. ثم بعد ذلك فرضت عليه إسبانيا أن تضع أمناء لها في المراسي المغربية من أجل استخلاص النصف الثاني. الدول الأخرى أيضا كلها تكالبت على المغرب، وسيكون ذلك انطلاقا من مشكل المحميين الحماية، أن المحميين بدأوا يتحكمون ب انتهى كل هذا السن. وفي هذا السياق ستحدث الأستاذ بشرى عن رسالة رأى البلية في مقابل 6 سنوات لتصرف المشروع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما لا شك فيه أن المغرب منذ أن اختار نظام الأمانة والبيعة الشرعية على مدى قرون من الزمن إلى يومنا هذا، ترسخت فيه إمارة المؤمنين لحراسة وصيانة التوابت الدينية والمذهبية التي صارت تشكل خصوصية المغرب وهويته الضامنة والحافظة لأمنه واستقراره ووحدته. فالمغرب كان ولا زال ملكا وشعبا متفانيا في حب الوطن والإخلاص له، متمسكا بمقدساته الوطنية، مدافعا عن حوزته بكل قوة وإيمان. ويكفي أن التاريخ شاهد على تضحيات المغاربة وصمودهم المستميت ودفاعهم عن وطنهم. وككل سنة يحتفل المغاربة بالمناسبات الوطنية الغالية لاستحضار المعاني السامية والمقاصد النبيلة والافتخار بأمجاد هذا الوطن الحبيب. صفحات مشرقة سطرها جيل المقاومة رجالا ونساء كانوا أسرع استجابة لدعوة الحق، وأصلب عمدا، كانوا أكثر دفاعا عن الوطن حتى تمكنوا من تحقيق الحرية والاستقلال ونيل الشرف والعزة والكرامة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.